تقول السائلة: أحرمت من الميقات بالعمرة وكان عليها الدورة الشهرية قبل أن تطهر مرضا شديدا، لم تستطع أن تمشي ولا زالت مريضة ولم تؤدي العمرة حتى الآن. سؤالها: ماذا تفعل إذا تحللت من الإحرام وسافرت مع أهلها الذين لا يريدون أن يتأخروا في مكة، هل هي آثمة؟ إذا كانت اشترطت عند الإحرام فقالت: إن حبسني حابس أمحلي حيث حبستني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها لا بد أن تؤدي العمرة، وأداء العمرة سهل ولله الحمد، ولو هي مريضة تحمل على عربة في الطواف والسعي، وتقصر من رأسها بعدما يطاف بها ويسعى بها، تقصر من رأسها وتكون أدت العمرة. هذا إذا خرجت من الحيض، هي حائض، لا بد أنها إذا طهرت من الحيض واغتسلت يطاف بها محمولة على عربة، ويطاف بها ويسعى بها على عربة، ثم تقصر من رأسها وتتحلل من العمره.